من final exam May 2019 question 1. If a stone is dropped from height h, it takes time t to reach the ground, ignoring air resistance. If the same stone is dropped from a height 4h, then it takes time, طالب التايم لو الارتفاع تغير من h ل 4h. احنا عندنا ستون دروبد، معناه كده ان الفي نوت ايكوالز زيرو، دروبد او ريليزد، يبقى الفي نوت ايكوالز زيرو، وعندنا ارتفاع دلتا واي مره اتش ومره فور اتش. اكيد عندنا الاكسلريشن هي ماينس 9.8 متر بير سكند سكوير، يبقى عندنا الفي نوت والاكسلريشن والدلتا واي، ومش عايزين الفاينل فيلوسيتي، يبقى نطبق القانون الثالث اللي هو دلتا واي ايكوالز في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الفي نوت بزيرو، اذا يختصر القانون لدلتا واي ايكوالز هاف اي تي سكوير. الدلتا واي في الفيرست كيس نازل، يبقى نيجاتيف لان النهايه تحت البدايه، نيجاتيف اتش هاف نيجاتيف 9.8 تي سكوير. احنا عارفين التي هي اسمها تي كانها قيمه معروفه، اذا الاتش لو شلنا النيجاتيفز مع بعض يبقى 4.9 دي سكوير. في حالة 4H يبقى نيجاتيف 4H مطلوب تايم، هاف نيجاتيف 9.8 نسميها مثلا تي داش سكوير، يبقى 4H equals 4.9 تي داش سكوير. لو سميت الفيرست ايكويشن 1 والسكند ايكويشن 2 وقسمنا 2 على 1 4h تقسيم h هيساوي 4.9 t داش سكوير تقسيم 4.9 تي سكوير. الاتش تروح مع الاتش، الفور بوينت ناين مع الفور بوينت ناين، اذا فور ايكوالز تي داش سكوير تقسيم تي سكوير، يعني التي داش سكوير طبعا اكبر لان فور اتش ايكوالز فور تي سكوير. احنا عايزين التي داش، ناخد الجذر التربيعي يبقى تو تي. يبقى تي داش ايكوالز 2 تي، نشوف الاختيارات هنلاقي 2 تي. من فاينل اكزام May 2019 question 2. A square plate of length L is free to rotate about an axis perpendicular to the plate and passing through the center of mass as shown. Two applied forces of equal magnitude F act on the plate. The magnitude of the net torque about that axis is. نحسب ونشوف اجابتنا تتوافق مع اي من الفور اوبشنز. التورك بناخد عكس عقارب الساعة بوزيتيف، نسمي الاكسس او، يبقى هاخد التورك about الاكسس او وعكس عقارب الساعة بوزيتيف. عندنا الفورس اف اللي هي مايلة، لو مديناها هتمر، وبالتالي نقول اف تايمز زيرو بلس الاف اللي فوق تعمل تورك
عكس عقارب الساعة يبقى F تايمز المسافة اللي هي العمودية، هو هوريزونتال أو هي هوريزونتال فورس، الفيرتيكال ديستانس العمودية عليها L أوفر 2. معنى كده نضرب ال F في L أوفر 2. الجواب ببساطة F L على 2 أو هاف F L أو هاف L F عشان نلاقي الإجابة. طبعا واضح ان هي تتوافق مع السكند اوبشن، ثيرد اوبشن هو الاختيار ده، فاعلم عليه باي طريقه وتاكد من صاحبك اللي جنبك. من فاينل اكزام May 2019 question 3: A uniform board of length L and mass M is supported at a pivot 1/4 L from the end. Two blocks each of mass M are placed at the end as shown. If a third block of mass M is used to keep the board at a static horizontal equilibrium position, then it should be placed at point. وهنختار O أو C أو B أو A. نرسم free body diagram. نحط الفورسز اللي عندنا. عندنا 2mg at the right end. عندنا support أو pivot at O، عنده reaction OY، وعندنا عند نقطة C في MG اللي هو وزن البورد. نحط المسافات، one fourth L من البيفت، one fourth L أيضا من البيفت. هنا نقطة C، هنا نقطة O، وعايزين نحط third block كتلته M يعني وزنه MG على بعد مسافة ولتكن X من البيفت. عايزين نعرف المسافة دي اكس فين عشان نحدد هي C ولا B ولا A ولا O. عشان يكون البورد ان ستاتيك اكوليبريم نقول سيجما التورك عند ال O equals 0، الاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة. ال MG اللي هو وزن البورد هيتضرب في 1/4 L ويعمل تورك بوزيتيف، نفس الشيء الثيرد بلوك. اما ال 2 ام جي هيعمل نيجاتيف تورك، يبقى نقول بلس ام جي في مسافه اكس مش عارفينها، ماينس ال 2 ام جي في 1/4 ال شود ايكوالز تو 0 عشان يكون ات استاتيك اكوليبريم. نقدر نشطب الام جي اللي موجوده في كل الترمز. اذا 1/4 L plus X equals 1/2 L. إذن ال X equals 1/2 L minus 1/4 L equals 1/4 L. يبقى على بعد 1/4 L from O يعني هيكون at C. We place the third block at C، وبالتالي يكون عندنا 2mg مع بعض يسار ال O على بعد 1/4 L و 2mg يمين ال O على بعد 1/4 L فيتوزنه. الاختيار طبعا نحط له هنا C. من final exam May 2019 question 4: three containers of different sizes have the same surface area at the base. They are filled with water to the same height.
Which container does the water exert the greatest force on the base? الفورس exerted on the base عبارة عن البريشر على البيز مضروب في الاريا، وده يتفسر البريشر عبارة عن رو في جي في اتش في البيز اريا. الفورس على الكونتينر ايه هيساوي الرو الجي دول كونستانس الاتش ايه في الاريا ايه، والاف على الكونتينر بي رو في جي اتش بي اريا بي، والفورس على الكونتينر سي رو في جي اتش سي اريا سي. هو قال لنا they have the same base area، يعني الاريا ايه تساوي الاريا بي تساوي الاريا سي، وقال لنا they are filled to the same height، يعني ال H A equals ال H B equals ال H C. اذا الفورس A الرو والجي كونستانس يساوي ال F B يساوي ال F C، وبالتالي هنختار they are equal. من final exam May 2019 problem 1. A man makes three displacements S, T and U. The components of these displacements are shown in the table. What angle does the resultant of these displacements make with the positive x axis؟ يعني نحسب ال Rx وال Ry ونشوف انه ربع ومنه نحسب الزاوية. الريزلتانت R equals S plus T plus U. ال Rx هتساوي Sx مع Tx مع Ux. ال Sx negative 35 ال Tx بزيرو اليو اكس ب 55 فالناتج 20 متر. الار واي اس واي تي واي يو واي 45 مع نيجاتيف 65 مع نيجاتيف 25 يبقى نيجاتيف 90 و45 نيجاتيف 45 مترز. عرفنا ال Rx وال Ry بوزيتيف ونيجاتيف، يعني الفورث كوادرانت ممكن ترسم، ممكن تقول على طول 360 ماينس 20 بوزيتيف مع 45 نيجاتيف، وبالتالي الريزلتنت بالمنظر ده، والزاوية مع البوزيتيف اكس اكسس كل الزاوية دي اللي هي ثيتا، وطالما في الربع الرابع يبقى ثيتا ايكوالز 360 ماينس تان انفيرس للار واي تقسيم الار اكس كماجنتيودز. ثري هندرد سكستي ماينس تان انفيرس لفورتي فايف تقسيم توينتي بالآلة. equals
294 degrees. ده البارت A. البارت B بيقول the man makes these displacements in 2 minutes يعني 2 times 60 seconds. What is the distance covered by the man if his average speed, ومديني الـ average speed يعني اضربهم في بعض. البارت B طالب الـ distance اللي هي الـ V نوت ضرب الـ T. الـ V نوت قال لي بـ 2 والـ T قال لي بـ 2 minutes يعني 2 times 60. 2 times 2 4 times 60 240 meters. من final exam May 2019 problem 2. A small size block of mass 20 grams is released from rest at point A, which is at the top edge of a large smooth hemispherical ball with radius r equals 0.6 meter. في البارت A calculate the velocity of the block when it reaches at the bottom يعني point B يعني نطبق conservation of energy between A and B. Kinetic energy عند الـ A مع الـ potential energy عند الـ A مع أي ورك مبذول بين الـ A والـ B هيساوي كينيتيك إنرجي عند الـ B بلس الـ potential energy عند الـ B. ناخد الـ reference اللي هو H equal to 0 عند الـ B وبالتالي الـ potential energy بزيرو. Released from rest الـ VA بزيرو إذن الكينيتيك إنرجي كلها بزيرو. مفيش لا فورس ولا فريكشن وبالتالي كل القيمة دي بزيرو. اتبقى في الطرف الأيسر ام جي اتش اي وفي الرايت سايد هاف ام في بي سكوير. نقدر نشطب الماسس إذن ال في بي equals square root ل 2 9.8 اللي هي ال جي اتش اللي هي ال ار اللي هي 0.6 بالآلة تطلع 3.46 متر بير سكند. البارت بي what is the work done on the block when it moves from point A to point B by the normal force. لما تسمع normal force ما تفكرش على طول جملة مشهورة هتقول as normal force is perpendicular to motion يعني الزاوية عمودية 90 درجة وبالتالي كوسين التسعين بزيرو يبقى الورك النورمال فورس ايكوالز زيرو. نورمال فورس عمودية على اتجاه الحركة يعني الحركة في اتجاه خلاف اتجاه الفورس اللي هي عمودية عليه. مفيش كومبوننت للفورس في اتجاه الحركة وبالتالي الدوت برودكت بينهم اللي هو اف دوت دي ايكوالز زيرو. دايما لما تسمع نورمال فورس ملوش ورك. باي ذا جرافيتي فورس اذا الجرافيتي مع الحركه يبقى عندنا بوزيتيف ورك، اذا عكس الحركه يبقى نيجاتيف ورك. لو عموديه على الحركه ملهاش. في حالتنا الكره او البلوك نازل والام جي لتحت يبقى الورك للام جي عبارة عن ام جي في الاتش. الام قال لنا 0.02 يعني 20 جرامز 9.8 والاتش اللي هو 0.6 بالآلة 0.02 9.8 0.6. الجواب 0.1176 يعني 0.12 جولز. في البارت سي
Well, what is the minimum? What is the magnitude of the normal force acting on the block at point B? At point B, المسار طبعا دائري. B at the bottom, البلوك هنا. في ام جي لتحت وبيسألني عن النورمال فورس اللي هي رد فعل التراك على البلوك اللي هو ان. عندنا اكسلريشن في اتجاه المركز اي ار. نطبق نيوتن سكند لو وعندها بارت سي. سيجما الفورس في اتجاه المركز ام اي ار. البوزيتيف مع اتجاه الاكسلريشن، يبقى النورمال فورس اللي احنا محتاجينه ماينس الام جي ايكوالز ام في سكوير تقسيم الار، طبعا الفي بي. يبقى النورمال فورس ام جي بلس ام في بي سكوير تقسيم الار. نعوض الام 0.02، الجي 9.8، انا خدت مشترك، بلس الفي بي اللي هي 3.46 سكوير تقسيم 0.6. 9.8 بلس 3.46 سكوير تقسيم 0.6، وكل الكلام ده مضروب في 0.02. طلعت النورمال فورس تقريبا 0.6 نيوتن. من final exam May 2019 problem 3, the masses and the distances from the elbow joint of the upper arm, forearm and hand are given in the figure. Calculate the center of mass of the arm relative to the elbow joint. يعني قياسا من ال elbow joint نحسب ال x وال y coordinates for every mass. عندنا 3 masses ونحسب الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس لكل الارم. عارفين الاكس سنتر اوف ماس هو سيجما الماس في الاكس تقسيم سيجما الماس، والواي سنتر اوف ماس نفس الشيء سيجما الماس في الواي تقسيم الماس. نعمل جدول ونحط فيه الثري ماسس. عندنا upper arm, lower arm وhand. الأوزان 2.5 1.6 0.64. ال x وال y coordinates لل upper arm وعلى محور ال y يبقى 0 مع 0.18. اللور ارم على محور الاكس يبقى 0 للواي و 0.12 للاكس. نفس الشيء الهند على محور الاكس يبقى 0.4 مع 0. نطبق الاكس سنتر اوف ماس ايكوالز 2.5 مضروبة في 0، 1.6 في 0.12، 0.64 مضروبة في 0.4، ونقسم على مجموع الماسس. equals بالآلة هعمل بسط ومقام طبعا نخلينا دقيقين واحنا بنحسب، لان لو نسيت دوت او نسيت رقم اخترت رقم غلط طبعا الاجابة تطلع مش مظبوطة تماما. مثلا وانا بكتب البوينت 12 كتبت 1.2 فببص عليها طبعا ما تنفعش، لان لازم الاجابة تطلع منطقية. طلعت 0.095 متر. هل الإجابة لوجيك؟
احنا عندنا ابعد سنتر اوف ماس للهاند على بوينت 4، ولكن عندنا الابر ارم واللور ارم رايحين جهة اليسار، يعني عند البوينت 12، وكمان الابر ارم كله على محور واي فبيرجع شوية فبقى بوينت 095. فلوجيك الواي سي ام طبعا ما ينفعش يطلع اكبر من بوينت 4 ولا يطلع نيجاتيف، يطلع بين الثري ماسس 2.5 في بوينت 18 الباقي زيروز. طبعا هيطلع فوق محور الاكس شويه ولكن اكيد مش بوينت 18، اقل من بوينت 18 لان في عندنا 2 ماسس يسحبوا الاكس سنتر اوف الواي سنتر اوف ماس تحت شويه، فيبقى 2.5 هتتضرب في بوينت 18 والباقي خلاص صفار. طبعا نفس الماسس اللي قسمنا عليها تحت في المقام ما اتغيرتش. طلع الجواب نفس الناتج للاكس سنتر اوف ماس. هل الاجابه لوجيك؟ طبعا اقل من بوينت 18 واكبر من الزيرو فبين الثري ماسس. من فاينل اكزام ماي 2019 بروبلم 4، A normal human air drum has an area of 0.4 سنتيمتر سكوير and can be damaged if it is exposed for 30 minutes to sound with intensity 1 times 10 to the power negative 1 watt per meter square. في البارت A how much energy is received by the air drum in 30 minutes. الانرجي هي الباور ضرب التايم، والباور ممكن نحسبه بدالة الانتنسيتي في الاريا والتايم موجود. لو عوضنا بالقيم اللي عندنا 1 times 10 to the power negative 1 والاريا 0.4 سنتيمتر سكوير، نحولها لمتر سكوير نضرب في 10 to the power negative 4 لان سنتي في سنتي. التايم 2 minutes لا 30 minutes تايمز 60 عشان نحولها بالسكند، نضرب 0.4 على بعضه كله 7.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 جول، او ممكن تقول 0.072 جول نفس الشيء. في البارت بي calculate the sound level in decibel of a sound wave with intensity 1 times 10 to the power negative 1 watt per meter square. الساوند ليفل بيتا ايكوالز 10 في لوج الانتنسيتي على الاي نوت. الاي نوت طبعا رقم ثابت موجود في الشيت، ايكوالز 10 لوج 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 1 تقسيم 1 تايمز 10 to the power negative 12 equals 10 times log 12 وكتبت طلع 110 دي بي، تعويض مباشر في القانون. من final exam May 2019 problem 5، a box of mass
40 kilograms is resting on a rough horizontal floor among bushes the box for 60 seconds with constant horizontal force F from point A to point B. Then he removes his force. The box leaves point B with a speed 4 meters per second and stops at point C, which is 5 meters from point B. في البارت A calculate the box acceleration from point A to point B. بدأ بسرعة V naught equals 0 وانتهى بسرعة final 4 meter per second خلال 60 seconds. نقدر نحسب الاكسلريشن من الفيرست لو. الفاينل فيلوستي بيتساوي الانيشال فيلوستي بلس الاي في التي. انتهى بفور، ابتدى من زيرو بلس الاي المطلوبة في 60 سكنز. اذا الاي نقسم الفور تقسيم 60 1 اوفر 15 بوينت او 667 متر بير سكند سكوير، وبوزيتيف لانها بتزيد، بدأت من زيرو وانتهت عند فور. في البارت بي بيقول كالكليت ذا بوكس اكسلريشن ايضا فروم بوينت ديسلريشن فروم بوينت بي تو بوينت سي، لان سرعته بتقل من فور هيتوقف. عندنا السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والمسافة المرة دي، وبالتالي القانون الثاني الفي النهائية تساوي الفي الابتدائية بلس 2A dx. هيتوقف، ابتدى بسرعة 4 2 الديسيليشن مطلوبة والديستانس 5 متر. إذن الـ A equals 16 over 10 يعني negative 1.6 متر per second square. لغاية دلوقتي chapter 2. في البارت C if the coefficient of friction between the box and the floor is mu k equals 0.16. بدأنا chapter 4. then what is the man's force acting on the box from point A to point B. عندنا الاكسلريشن وعندنا coefficient of friction. نرسم الاول free body diagram، نحط الفورسز على البوكس. عندنا ام جيل تحت، رد فعل لفوق محتاجينه عشان الفريكشن، في فورس اف مطلوبة وفي فريكشن ميو كي في ان. من سيجما الاف واي اللي ما فيهوش لحركة ولا اكسلريشن ايكوالز زيرو، نقول ان الان لفوق ماينس الام جي لتحت ايكوالز زيرو، اذا الان ايكوالز ام جي. من سيجما الاف اكس equals m في الاكسلريشن المعروفة، هيكون عندنا فورس مطلوبة ماينس ميو كي في ال n اللي هي ام جي equals ام اي. اذا الفورس هتساوي الميو كي 0.16 ال m 40 يبقى 40 تايمز 9.8 كل ده ميو كي في ان بلس 40 في الاكسلريشن اللي حسبناها 0.0667. اذا الفورس ايكوالز الاكسلريشن قدامي ضربتها في 40 بلس 0.16 في 40
times 9.8. التوتال 65.4 نيوتنز. من final exam May 2019 problem 6. A cooling fan is turned off when it is running at 850 revolutions per minute. It turns 1250 revolutions before it comes to stop. في البارت A find the fan's angular acceleration وعايزها in rev per minute square. Assumed constant acceleration. عندنا الأوميجا نوت والفاينل أوميجا والثيتا وطالب الألفا، مش طالب التايم، يبقى القانون الثاني أوميجا سكوير إكوالز أوميجا نوت سكوير بلس 2 ألفا دلتا ثيتا. طبعا الألفا هتطلع نيجاتيف لأني بسلوينج داون وهيستوب، هيتوقف 850 revolutions per minute. التو الفا الدلتا ثيتا هنسيبها بالريفوليوشنز، يبقى كله ريفوليوشن ومينت، اذا الالفا تطلع ايضا ريفوليوشن بير مينت سكوير. per minute square. ده البارت A. تطبيق مباشر للقانون الثاني. في البارت B بيقول find the time it took وإن كنت غلط، فخلينا ناخد الجيفن ديتا اللي ادهاني. الدلتا ثيتا هتشتغل أيضا بالريفوليوشن والمينت، الأوميجا نوت 850، الفاينل بزيرو، نقسم على 2 ونضرب في التايم. إذا التايم .94 minutes، وده السكند بارت. الثيرد بارت the length of the fan's blade is 20 سنتيمتر، find the tangential acceleration for a point at 5 سنتيمتر. هو بس عايز 5، مالناش دعوة بال 20. from the hub سنتر، الهب هو السنتر، يبقى عايزين التانجنشال اكسلريشن اللي هي الاي تي. احنا عارفين ان الاي تي ايكوالز الالفا اللي احنا جبناها في الار، يبقى الاي تي هتساوي الالفا في الار. الالفا عندنا 289، ولكن ريف بير مينت نحولها لراد، وبير سكند طبعا هي ريف بير مينت سكوير، يبقى 60 في 60 نضربها في الار اللي هي 0.05. يعني ال 289 نضربها في 2 باي ونقسمها على 3600. مبدئيا دي 0.5044 في 0.05، عشان لو حد عملها على خطوتين يطلع الناتج 0.2252 متر بير سكند سكوير. بس ننتبه للتحويلات. من final exam May 2019 problem 7. A 0.5 kilogram block oscillates according to the equation x equals 0.6 cosine 8t
where x is in meter and t is in second. Calculate ومديني مجموعة طلبات. الأول نستنتج من الإيكويشن اللي هي x بتكون على الصورة a كوساين أوميجا t، هو مديهالنا equals 0.6 كوساين 8t. نستنتج ان ال a equals 0.6 متر، ونستنتج ان الأوميجا equals 8 راد per second. في البارت A طالب البريودك تايم T، احنا عندنا الأوميجا اللي هي 2 باي في الفريكوينسي أو 2 باي الفريكوينسي 1 أوفر البريودك تايم. إذن T equals 2 باي تقسيم أوميجا، يعني 2 باي تقسيم 8، يعني باي تقسيم 4 بالآلة equals 0.785 second. في البارت B طالب ذا سبرينج كونستانت اللي هو الكي، واحنا عارفين ان الأوميجا بتساوي سكوير روت للكي اوفر الام. اذا الكي ايكوالز اوميجا سكوير ام، الاوميجا ب 8 والماس 0.5 ايكوالز 32 نيوتن بير متر. ده توتال انرجي. الميكانيكال انرجي ممكن تكون طالما عندنا الكي هاف كي اسكوير، يعني هاف 32 والاي 0.6 سكوير، يبقى 16 تايمز 0.6 سكوير equals 5.76 جولز. في البارت دي the acceleration of the block at x equals 0.3 متر، ممكن نعرف القوة ومن القوة نعرف الacceleration. ال f equals ال k في ال x و equals ال mass في ال a. إذن 32.3 equals الماس في الاكسلريشن. إذن الاكسلريشن equals 32 times 0.3 تقسيم half اداني 19.2 متر بير سكند سكوير. في البارت E طالب the speed of the block at x equals 0.3 متر، واحنا عارفين ان الميكانيكال انرجي بتساوي half ال k في ال x سكوير plus half m v سكوير. ميكانيكال انرجي حسبناها اللي هي total ميكانيكال انرجي equals half والكي ب 32 ومدين الاكس 0.3 هاف الماس 0.5 ومطلوبة السرعة. اذا ال V equals 5.76 minus 16 times 0.3 سكوير times 2 تقسيم 0.5 وناخد سكوير روت للانسر 4.16 متر بير سكند.
كلها تطبيقات مباشرة للقوانين اللي موجودة في الشيت. من Final Exam May 2019 Problem 8: Blood flow from the human heart into the aorta and then passes into the major artery. The cross-sectional area of the aorta is 4.5 cm square and the speed of the blood passing through it is 40 cm per second. For a healthy person, the cross-sectional area of the artery is 2 cm square. في البارت A, find the speed of the blood flow in the artery. يعني نطبق continuity equation A1 V1 equals A2 V2. ال1 للأورطة وال2 للأرتري الشريان. مش لازم نحول لأن التحويل هيكون من الجانبين التو سايدز فبيطيروا مع بعض. ف 4.5 نسيبها زي ما هي سنتيمتر سكوير. ال V1 40 سنتيمتر بير سكند. ال A2 2 سنتيمتر سكوير. ال V2 تطلع بالسنتيمتر بير سكند. إذن ال V2 equals ال 2 مع ال 40 20 4.5 يبقى 90 سنتيمتر بير سكند. في البارت B we'll calculate the pressure difference between the aorta and artery measured at the same level. يعني ال H متساوي هنا وهنا يتكنسلوا مع بعض في Bernoulli's equation. Knowing that the blood density is 1.05 times 10 to the power 3 kilogram per meter cube. في البارت B هنطبق Bernoulli's equation. half rho V1 square rho GH1 هتتشطب مع rho GH2 لان same level plus pressure 1 equals half rho V2 square plus rho GH2 plus P2. احنا عايزين طبعا P1 أكبر من P2 فعايزين P1 minus P2. كل لما الفلويد يمشي الضغط يقل. وقلنا هنشطب رو جي اتش 1 مع رو جي اتش 2. إذن P1 minus P2 half رو ممكن نقول V2 square minus V1 سكوير لاني الهاف رو مشترك equals half 1.05 times 10 to the power 3 ال V2 لازم نحول هنا 0.9 سكوير وال V1 0.4 سكوير equals بالآلة طلع الناتج 341 باسكال. ده البريشر ديفرنس.